قال الدكتور سعود السرحان الأمين العام لمركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية في حديث خاص لأخبار الآن، قال إن منتدى الرياض لمكافحة التطرف ومحاربة الإرهاب يحظى باهتمام عالمي واسع، آملا أن يكون له تأثير كبير على السياسيين وصناع القرار. منتدى الرياض لمكافحة التطرف ومحاربة الإرهاب هو أحد الفعاليات المرافقة لزيارة الرئيس الأمريكي ترامب للمملكة العربية السعودية، ولكنه ليس مقصورا على هذا فقط، ولكنه أيضا يهتم بالترسيخ والإرسال لأمر مهم أن يكون هذا منتدى بشكل سنوي إن شاء الله، يجمع الخبراء ليقدموا المشورة والرأي لصناع القرار في العالم الإسلامي كله إن شاء الله. هو الأهم أن يتم هناك التكاتف والتعاون الدولي من ضمن التحالفات الإسلامية التي تمت أو التحالفات الدولية أو الإقليمية التي تكون في مواجهة التطرف ومكافحة الإرهاب، لأن مكافحة التطرف ومواجهة الإرهاب ليست فقط جانب عسكري، ولكن يحتاج إلى تنسيق الجهود في الجانب الفكري والجانب الإعلامي والجانب الاستخباراتي أيضا. لذا المهم جدا هو البدء بأن يكون هناك تحالف قائم على أرض الواقع ينسق الجهود الدولية جميعا في مكافحة التطرف ومحاربة الإرهاب.